يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا حلقتنا، بس قبل ما نبدا في تفاصيل اخبار انا وساره مع حضراتكم، خليني اقول انه يعني حاله الضبابيه دي ممكن تبقى مرهقه شويه بالنسبه لجمهور الكوره، خصوصا انه الماتش ده يمكن يكون مهم جدا بالنسبه لكل الجماهير الاهلاويه، والبطوله مهمه جدا، ده شيء احنا فاهمينه ومستوعبينه بشكل كبير. لكن ابدا سواء كنا بنتكلم بقى على في جمهور ما فيش، سواء كنا بنتكلم على نتيجه المسحات، سواء كنا بنتكلم على طاقم التحكيم، يعني كل ده لسه مش ظاهر، لكن هي كلها ساعات بسيطه جدا والصوره هتبقى متضحه او واضحه بالنسبه لكل الناس. لكن الاهم انه لعبتنا في حاله انعزال تام او حاله انفصال تام عن كل ده، يعني فرقه النادي الاهلي وجهاز فني النادي الاهلي مش شاغل دماغه بكل ده، كل اللي في دماغنا بس ان احنا نركز ازاي نقدم مباراه كويسه وازاي نوصل للفورمه الكويسه اللي احنا قفلنا بيها السيزون. فتره توقف طويله حبتين، وهو ده اللي يمكن ما كانش مريح بالنسبه لي، يعني كنت اتمنى انه الماتش يتلعب يوم 6 زي ما كان محدد لي. فرقتنا كانت فايقه قوي ورجالتنا كانت في فورمه عاليه جدا، لكن نتمنى ان شاء الله واثقين انه مستر موسيماني ورجاله الاهلي هيحافظوا على نفس الفورمه دي ويظهروا ان شاء الله بمظهر محترم في ماتش النهائي. مهم جدا فعلا نقول للجمهور ان كل